السلام عليكم، أهلين فيكم في تسريبات جديدة. اليوم راح نتكلم معكم عن تسريبات الايربودز الجديدة. في أخبار طلعت تقول أن أبل راح تنزل ايربودز برو لايت أو منخفض الثمن. ما أدري كيف، ما أدري ليش بتسميها ايربودز برو لايت، لأن عندهم هم أوريدي الايربودز 2 فيعتبر رخيصة، لكن بتسوي نفس الشكل الايربودز برو لكن بسعر منخفض. فما أدري إيش بتسوي فيها، إيش اللي بتحط فيها. معالج الايربودز 2 هو نفس المعالج الايربودز برو، فاللايت ما ادري معالج شنو بتحط ايربودز 1، يعني الى الان ما ادري ايش بتسوي فيها. الشكل لازم تكون نفس الايربودز برو، يمكن يغلون البطاريه، يمكن اليو 1 تشيب يشيلون منها، ما ادري ايش الاشياء اللي بتسوي فيها، لكن بتنزل ايربودز برو بسعر منخفض. هذا الخبر ما ادري كيف جاي. والخبر الثاني بتكلم معكم برضو حق الايباد برو اللي الكل ينتظره، للسنة اللي راحت أبل سحبت علينا، والآن برضو ما ندري متى بتنزله بالضبط، لكن الحين الأخبار طلعت إنه ممكن ينزل في سبتمبر مع الآيفون الجديد. فصعب تنزل في نفس الوقت الآيفون بالمعالج A14 وشوي تخلص تنزل الآيباد بمعالج A14X. ما أدري شلون، ما أدري كيف راح تكون، لكن هذا خبر إنه في سبتمبر راح ينزل الايباد برو الجديد بمعالج الـ A14X. فالـ A14X الميزات اللي راح تكون فيه انه 5 نانومتر، فالمعالج راح يكون قوي واقوى بكثير من معالج الـ A13. فاذا كنت تبي تنتظر وما بمحتاج الايباد بقوة، تقدر تنتظر الين شهر 9 وتشتري الايباد برو. اذا محتاج الايباد الان، فالايباد اللي موجود الحين الـ A12X اللي فيه ممتاز وقوي وأقوى من معالج أصلاً الآيفون 11 اللي هو A13. لكن إذا كنت تبي يعني تقدر تنتظر، ليش ما تنتظر وتأخذ A14X اللي بينزل مع الآيباد الجديد. بس هذا الأشياء. طبعاً الآيباد اللي تكلمنا عنه، في الشاشة يمكن يحطون فيه الشاشة النوعية الجديدة اللي هي ميني ديسبلاي تقريباً، ممكن يخلون فيه الأولد يعني تكون، وثلاث كاميرات من وراء. الماتيريال راح يتغير، يمكن ينزل ألوان جديدة. الكيبورد برضو إشاعات كبيرة أن الكيبورد راح ينزل فيه بحركة جديدة فيه، اللي هو مش نفس الكيبورد اللي موجود الحين، ويمكن يحطون تاتش باد برضو فيه. فانتظر قدام ونشوف. بس هذا التسريبات اللي الحين موجودة لحق الايربودز والايباد. ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم. السلام عليكم.